قلتي الوداع لموقف صعب مريتي بيه في طفولتك، بس قدرتي ان انتي تعدي الفترة دي. ايه هو الموقف؟ يعني تقدري تقولي مثلا ايه، وانا صغيرة ما كانش عندي حرية اختيار اي حاجة، يعني كان دايما كل شيء مفروض علينا، يعني كلنا كنا من كده واحنا ماما وبابا، صغيرين. ان كل حاجة هم اللي هم شايفينه هو اللي هيتعمل، حتى في اختيارك في الدراسة. يعني انا مثلا كنت عايزة ادخل معهد سينما او معهد فنون مسرحية، وبابا الله يرحمه رفض، و يعني فهو كان بيتحكم في قراراتي هو وماما، يعني في كل قراراتي حتى الخاصة باختيار المستقبل. فبس خلاص تجاوزت، يعني تجاوزتها.